بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحديث كأني صديحات أن أقول تلقلني بشهر رمضان. عن النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي وابن ماجه. أن حديث كان وحديث معنا آدي آد عجيب حمبارسن أصحابي كان ليرهده نكال ليرهده نضر بن الشيبان أصحابي معهم أيا وحو أيمد نكال ليرهده أبي سلامة بن عبد الرحمن. مركا نضر بن الشيبان أيا وحو كلي هي أبي سلامة بن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك، وحاد إيشيكتا وحاد أبها كم غشي. حديث أد أبها كم غشي. كو سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبهانا النبي محمد كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. أو أن أبها إيا نبي قفنا أدحين وحرب حديث سنة كيسو عاليه أو سره. أنا وحن كارب حديث أبو سلمة حديث كسنا أبها أتكما شيء أبهانا النبي وكما قال قفنا أسجي النبي أدحين في شهر رمضان أولي برمضان ككو سابسا إيشي قوير. أن حديث كاس مركي أويدي أيو وحيري نعم هايه ها هو يروكو شيغي. حدثني أبي أبهي أي إيشيكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري أبهي رسولك إلهي وحيري مردوي رسولك وحيري أساكا كوري: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم، إلهي وحو إذنكو واجب يالي رمضان كسون كيسو إذنكو واجب يالي مسلمين، وسننت لكم قيامة أنا يقولون وحن إذن جديي استاقيسي أو وحوية صلاة الليل كي يعني تراويح دي وحيالها سايدين جدي وهذا فرض يالكاس قرآن كالغو الشيغي معناها رمضان كي إلا فرض يالو كتب عليكم الصيام تن نبي قب عليه الصلاة والسلام وجدين ايو سمين ايو لفتقد ووحي حق على كيم لكن سننتا هي النبي قو عدي حديثك إلا انتاس سند كي سوحبا لغا الشيغي لكن انت دمو سوسعتا وابا صحيحين هيا مركا النبي قم حوسير إلا هاي وحيدن كو فرض يالي رمضان كي إن تصومتان أنا وانا وحن إدين جدي إن صلاة الليل كي وتراويح دي إيو أخير كي أتصم بديسان قيام كي رمضان كي إدين جدي فمن صام وقام إيمانا واحتسابا قف كي بشر رمضان صام أو استاجة وصام مالن كي هبين كينا وا استاجة وصلاة دي تراويح دي إيو استاجة أساقو إلهي رميسان وإيمان كتاهي أساقو أجر دونيو إلهي أجر كغربة استوستوسي وحكا لأيسان كأهين قفكي سيدا سمايا خرج من ذنوبي كيوم ولدته أمه ذنوب تيسي وحو كده حبحا يعني أساقو لمد أسيدي هو يدي اسمالين كيداش هو يدي اسمالين كيداش الدم بميولها مايا دنبقى سيدا سوكا نقضى معنى حديثك وحوية
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy farad ka rabadyaanka ilaahay ku farad yeelay, aniguna waxaa idiin jidayay istaagii iyo salaadihii iyo khayrkii dhexdhacay habeenkii ramadaanka. Qofkii marka sooma maalinkii ramadaanka sooma, habeenkiina salaadii laga rabo taraawiixdii iyo qiyaamkii iyo khayrkii kale la yimaada dembi laakiin ay ka tahay ilaahay dartiis, iimaan ajar dalab istustus maya, masaajidda ha lagaa arko waxaasaday ka tahay maya, ilaahay dartiis ay ka tahay ajar aa ilaahay karta ay ka tahay. Dembigii waxaad ka dhex baxaysaa sidii maalinka hooyada ay ku dhashay adoo lamid a, maalinkaas ma dembiyaa lahayd maya. Marka dunuubtaas laga dhex baxayo, culammadu waxay yidhahdeen markay xadiidkaas sharxayaan, waa dunuubtii yaryareed ayaa ramadaanku kaa mayraya iyo qiyaamuleylku kaa mayraya, laakiin dunuubtii waaweyneed ee kabaa'irta ahayd waxaa shardiya inaad ka toobad keentid. Axaadiis fara badana nebigu tawxiidkii markuu ka hadlayay, waxyaalihii fara badana markii laga hadlayay, waxaa laleeyay waxaas haddaad samaydaan ajarkaasaa helaysaan, majtanaba alkabaa'ir, inta qofku uu kabaa'irta ka fogaanayo, ilaahayna qur-aanku ku sheegay. Marka kabaa'irtu ayadu waxay u baahan tahay toobad nasuuxa, laakiin dunuubtii yaryareed oo dhan ramadaanka kaa tirtiray haddii aad ilaahay dartiis u niyeysato lagaa aqbalo. Marka hadda ma sahlana dunuubta yaryar in lagaa tirtiro, maxaa yeele waxaa la yidhahha ina aljabala min alxasa, buurtu waxay iskaga timid qaruurax iyo dhagax yaryar. Dunuubtaas yaryar haddaad daa'imtid ee aan lagaa tirtirin, dembiyo waaweyna isu bedelaysaa maalinkii, imisaa dembi kaa dhaca oo yaryara, weesadiiya ilaahay kaaga tirtiraya, salaadiiya ilaahay kaaga tirtiraya, soonkiya ilaahay kaaga tirtiraya, xajkiya ilaahay kaaga tirtiraya, zakadiya ilaahay kaaga tirtiraya, acmaasha wanaagsaneeda ilaahay kaaga tirtiraya, mid kas wuu kaa kala yaraynaya. Laakiin haddaan lagaa kala yaray lahayn ee maalin kasta inta dembi yar oo kaa dhacda isku kaa gaaraan, maalin kasta hal xabo weyn aad shaqaysanaysaa, dembi weyn kabiire khatar waa khaato muxuu qofku inuu ku dhinto kabiire. Kabaa'irtu ayadu waxay u baahan tahay marka toobad nasuuxa oo shuruuddeedii laga helay, oo maaragtay qofku inuu go'aansado inuu soo u laaban, inuu ilaahay dartiis uga shallaayo, inuu dembiga ka dhex baxo. Haddii bini aadam uu ku lug leeyahayna inuu xaqiisi ka dhex baxo ama uu maaragtay inuu xaqiisi u celiyo. Marka xadiidkani wuxuu noo caddaynayaa fadliga ramadaanku leeyahay, ajarka uu leeyahay, tiradiisa, ikhlaaskii inuu maaragtay qofku uu ikhlaas ay ka tahay, lama rabo anigu ramadaankan soomaa, ramadaankan istaagaa, salaatu leylan tukadaa. Waxaa laga yaabaa cibaadadaada dhan inaad ka sheekeynaysa maantoo dhan. Dadka dhibaatada haysataa waxay tahay maantoo dhan waxay qabtaa ka sheekeynayaan, masjidaan soo dhisay, madrasaan soo furay, sadaqaan bixiyey, hebelaan yeelay, kaasaan wax siiyey, kana wax ka dhacay, caawo dhanaan taagnaa, caawo dhanaan akhrinayay, maya lama ogola. Istustusiisa kaa noqon. Qofku cibaadadiisa waa uu sheegi karaa haddii niyadiisu ay tahay dadka kugu daysadeen. Waxa uu bixinayo sadaqada wuu muuji karaa hadduu isleeyahay dadku ha kugu daysadeen, ee waxa weeye ku dhiirigeli dadka khayrka kula sameyn. Laakiin maanta maxaa socota? Ila igu sawir cibaadadii dhan igu sawir, sheekh hebelaan la fadhiya, masjid hebelaan tegay, dad abaaraysana wax siiyey, lacagaa meel hebleh u diray, hebel hebel igu sawir, snapchatka iyo facebook iyo hebel sawirka lasoo dhigo. Taas maahan, ilaahay waa ku og yahay wixii qalbigaaga ku jiro, ilaahay dartiisa ilaahay waa ku og yahay. Qof kasta uu ramadaankaaga soom, qiyaamkii uu istaag, ilaahay dartiis ha ka ahaato, yaan shaydaan kaa fasaadin cibaadadaada, aan ku dadaalno xadiidkaas rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam, aan ka faa'iidaysano qiyaamkii, taraawiixdii, salaadihii, tahajudkii aan ka faa'iidaysano. Bisha ramadaan waa bil ilaahay uu noo fidiyey, ilaahay uu nagu manaystay, yayna dhaafin, yayse hurdo nagu dhaafin, yayse dhereg nagu dhaafin, yayse cayaar nagu dhaafin, yayse qamaar nagu dhaafin, yayse kubad nagu dhaafin, yayse been nagu dhaafin, yayse xan nagu dhaafin, yayse kubad fadhi ku dirar nagu dhaafin, yayse qabyaalad nagu dhaafin, yayse shirar iyo mu'tamaro aan diin shaqo ku lahayn oo maalaayacniya kugu dhaafin. Ramadaankaagii ha iska fasahaadin, ramadaankaagii ha iska qasaarin, ramadaankaaga ka faa'iidaysa qof walbow.
qof walba ka taxadar bishada ramadaan inaysan kaa baxsan oo aad ka faa'iidaysatid waqtigeeda oo aad ramadaanka ramadaankiisa kale adoo faraxsan gaartid ilaahayna bari inuu kaa aqbalo insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaynaa wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh